فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجميع بعدما اتهمت فنانة وصفتها بالقصيرة بأنها السبب الحقيقي وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا، وليس كما قيل إنه أصيب بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لهذا الفيروس. وكتبت مي العيدان في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر انستغرام: حابة أوضح شيء بالنسبة لإصابة مشاري البلام بفيروس كورونا. ناس تظن أنه أصيب بالفيروس عندما ذهب لأخذ اللقاح، لكن الحقيقة المرة أن مشاري انصاب وتم النقل للفيروس من فنانة قصيرة ما تبين من القاع. الأخت منصابي وقاعدة عم تتصور معه عادي وما بلغت أحد إنه فيها كورونا. أنا ودي أسأل الحين، مرتاح ضميرك؟ وكانت مي العيدان قد نشرت صورة للفنان مشاري البلام وبوست وجهته إله متمنية إله الشفاء العاجل وأنه يبعد الله عنه كل مكروه. إلا أن الفنانة الكويتية غدير السبتي أخذت الحديث على نفسها وقررت ألا تقف صامتة أمام هذه الاتهامات، حيث ظهرت بمقطع فيديو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت قائلة: أنا مو حقيرة، أنا إنساني عندي دم وضمير. وأضافت: شلون أنا أدري أني مصابة بكورونا وروح كمل تصوير؟ عفواً حضرتك اللي كاتبة هالكلام كنتي معي بالتصوير، ولا انت الدكتور اللي قال لي انه عندي كورونا وانا رحت كمل تصوير عشان قعدي ربعي؟ عيب، وقفوا شائعات. وتابعت السبتي قائلة: ترى مشاري البلام هو اللي دق علي وقال لي سوي فحص كورونا، هو نتيجته طالعة قبلي، سواء انا عديت مشاري ولا هو اللي عديني، هذا مرض احنا ايش درانا، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كاتبه هالكلم. دكتور اللي فحصني وتريت ان انا فيني كورونا، بس انا عادي رحت اكمل تصوير عشان اعادي ربعي. واللافت انها قامت باستعراض هاتفها المحمول امام الشاشة اثناء اتصالها بالاعلامية الكويتية مي العيدان معلقة: تدرون من امتى بدق على مي العيدان وهي ما ترد؟ لسانك بس طول ورا التليفون، إذا أنت صاحبة حق وتتكلمين بالحق ردي يا مي، أنت جبيني بس.